هو الكريب اللي كيجي خفيف وكيجي رائع مثل المطاعم. أيه. اللي كنديروا فيه المقادير 200 غرام ديال الدقيق، 50 ملي ديال الحليب، واحد 3 المعالق، المعالق كيبقى الاختيار ديال السكر بين 3 حتى 2، فاني سواء ديال الغبره سواء ديال الشافي، ملعقه ديال الزبده اللي كتلعب دور كبير كنرجعوها نوازات كندوبوها، ونستعمل الماء هو اللي كيعطينا ديك الخفه في السر ديال هذاك الكريب. اول حاجه كناخذ البول كنصهرو غير يعني الباتور ديال الايد، كناخذ بول كنوضع فيه الدقيق ديالي، كنوضع دوك 3 البيضات، كنوضع الفاني، قبسه ملح، وكنبدا ندير داك الميري ديال الحليب كنديرها تدريجيا كيكون غير على درجه المطبخ بلا ما تسخني. يعني كنخوي وانا كندير بالتدريج، وانا كنطرب حتى كنحصل على واحد الخليط اللي كيكون ليس يعني كيكون رطب. ابخي من ورا ملي كنسالي داك الحليب راه كامل، كنضيف داك نصف كاس ديال الماء، وهنا مباشره كنمشي ندوب ديك الزبده حتى كتولى لونها بني. يعني ماشي تحرقت ولا بني، لا كيولي اللون ديال البني، واحد الريحه كتكون فيها رائعه، ماشي ديال البواطه كنديرو نستعملو الزبده اللي كتكون ممتازه ديال الاكل. ابخي ملي كتبرد كنمسها بايدي ما تتحرقنيش، كنضيف هذاك الخليط، وانا كنضرب وغايبان لكم حتى الخليط تبدل اللون ديالو ولا واحد اللون اللي رائع، ولات واحد الريحه باقي ما طيبتيه زوينه. كتعطي واحد الريحه زوينه، ريحه زوينه في الدار ديالك. الوغ كتخليه واحد 15 دقيقه 10 دقائق، راك تنجلو 10 دقائق كيما نجلوش 15 دقيقه صافي، كتخليه كيرتاح وكيت وهذوك العناصر كيدخلوا مع بعضياتهم. واخا السيده يبان لها خفيف راه ماشي خفيف، راه غادي ينفهموا مباشره. كتاخذي الكيب يعني المقله ديال الكريب ولا شي مقيله صغيره ديال التوابل، هنا في الاول بالزبده كتهزي غرفه وحده فقط. اذا كنتي غديري صغيرين كتهزي نص مغرفه، كنتي غديري مقله ديال القطر ديالها 27، كنأكد القطر 27 ان تهز مغرفه وحده باش يجي هذاك الزق اللي كتاكلوه على برا، ما يجيكش غليظ وما يجيكش هذا صافي. اون فوا كتحط الكريب ديالك ناجح، اون فوا كتحط كيبان لك دوك البقعات بداو من التحت ديجا كتكونسونا في عيك الذهب، كيبان لك من الجوانب. السيدات اللي ما كيعرفوش ان الكريب كيفاش طاب، من الجوانب كيولي يبان لك واحد لادوغي، كتهزي غير بيدك بحال هكا كتلقي بانه لادوغي صافي، كتلقي به الجهه الاخرى كيكون ذهبي الو عرفتي تقدري مباشره. اما كان ديك الساعه كانت نيسان المثلث وكندير فارسي الشوكولا، اولا كنخلي تنشوف ندير فيه سامبل ولا لكم الاختيار. من بعد في الاخر كنزيد الكميه كامله، كنذوقوا الشوكولا صاب لي زوفو، وكندير ليه اللوز ايفيلي ولكم الاختيار في التزيين. اييه فعلا التزيين كيبقى. نقترح لك واحد البانكيك اللي كيجي خفيف ورائع، كيعجبوا الكبار والصغار، الاقتصادي، وكيعطي كميه الا درتيه في مقله ديال 7 وجوه كيعطي 14 حبه بالضبط، ما كيدير فيه حتى حاجه، الا درناه كبير كيعطينا 7 كبار. واخا تفضل. الوغ كناخذوا هادو كيبغي العبار اكزاكت كيما غنعطيك، كتاخذي كاس العنبه اللي كيوزن 150 ديال الدقيق، اللي عفوا كيوزن 160، كاين كاس العنبه ديال 200 وكاين ديال 150. الوغ 160 غرام ديال دابا هذا اين كاس العنبه، هذاك العادي ولا اللي كبر منه شويه؟ اللي ماشي مرشوم اللي فيهش مصوره فيه العنبه، الاخر اللي شويه دابا ولا فيها الرمشه بحال بيضه كبر منه، كبر منه كبر منه هذا شوازنه انا كيدير 200. لو كتاخذ ذاك الكاس السيده اللي فيه 160 ديال الدقيق، وكدير كاس ديال العنبه اللي كيسوى 150 ديال الحليب، وكدير خماره وحده، فانيا، معلقه ديال الزبده، وبيضه وحده. كتاخذ اناء كتوضع فيه ذاك البيضه، كتوضع الدقيق، كتوضع الحليب، ودائما بالتضرب التدريجي، كنوضعوا القبسة ملح، كنعود الفاني، الخمارة حتى هي تكون مغربلة، صافي كنبقى ندخل هذا، وفي الأخر كندخل ثاني ديك الزبدة اللي دايبة، ما كنرجعوش نوازيت، كتكون عادية دايبة، في الأخير، كنطرب في المرحلة كيبان لنا الخليط شوية ومبقاش عادي، كنخليه ضروري حتى هو يتغوبوزا 15 دقيقة. صافي كيرتاح كيبان لكم الخليط ولا يعني ماشي خفيف وماشي ثقيل، يعني متوسط. كناخذ مقيله، انا درت هنا 7 وجوه باش كيعطينيكم قلت كميه كبيره، كندهنها ومباشره كندخل فيه. الناس اللي كيبغيو لي بيبي شوكولا يديروا الوليدات، هو باقي خضر كتسلوحيه في الفوق ومباشره كتقلبيها في المقله وكتقدمي حتى هو في الصحه والسلامه. الله يعطيك الصحه. ندوزو لواحد مادلين اللي كيجيو زوينين كيبغيو الوليدات بالطريقه الفرنسيه. الوغ كناخذ 200 ديال الدقيق، 20 غرام ديال الزبده تكون تاهي ممتازه مذوبه، 81 غرام ديال السنيده، وثلاثه البيضات، والنكهه اختيارها دير ديال الليمون، الفاني، اللي بغات. كنديروا قبسه ملح
وجوج خمارات ونصف كأس ديال الحليب اللي يعني 50 غرام 50 ملي او ما يعادل 6 معلقات كبار. كناخذ اول حاجه كنخدموا هذا بحال شكل كيك. كنطرب البيض مع السنيده مزيان، كنضيف داك الحليب وكنضيف الفاني وكنضيف ديك الخماره اللي ذكرت جوج خمارات، وكنضيف في الاخير ديك الزبده. هذا هنا الخليط البنات غادي يكون شويه ثقيل، كنخليه في الثلاجه واحد مده ساعه يرتاح. لا نغطي ونخليه مباشره ملي كتجبديه كتهزيه بديك وياه، يبان لك الخليط ديالو تقريبا قل من ديال الكوليكوفخ ولكن شويه متماسك. كتاخذي اللي عندك المول ديال السيراميك يعني المزيان ديال مادلين، ما كدهنيه ما والو، مباشره كدي تخوي بجوج معلقات في هذاك الاطار ديال هذاك المادلين. الا ما عندك العادي كدهني ضروري بالزبده ولا بالزيت، وكدي تخوي بمعلقات هكا حتى كتقادي لا فورم كامله ديال المول، وكدير شحال الفران من تحت ومن فوق ان فوق كدخلهم. سواء اذا كان عندك ديال الغاز كديريه من تحت على العافيه مهيله حتى كيبان تحمر من تحت، عرفتي تشعليها من الفوق. اذا كان عندك ديال الضو كدخليها ما بين 175 درجه من تحت، ولا كان هو الفران عندك ممتاز راه العافيه ديال التحت كتحمرهم لك من الفوق. ما كانش كطلعيهم من الفوق يتحمروا وكتخرجيهم، كتغمسيهم كما كدوبي الشوكولاته تكون ممتازه، وكتغمسي النص مثلا الشوكولاته بيضاء والنص الشوكولاته سوداء، وكتخلي الاخرين سامبل وكتقدم لوليدات يديهم المدرسه. انت درتي عليهم السكر كلاصي ياك؟ هذاك السكر كلاصي لا دايره لك دايره السكر كلاصي، دايره الديكور ديال الشوكولاته البيض الشوكولاته الكحل، خلطتيها بيناتهم ديال الشوكولاته الكحل والشوكولاته البيض. مزيان هاد لي مادلين هكا كل واحد كياخذ داكشي اللي بغى فينا، حتى هذيك رائعه خصوصا كنديرو من النكهه ديال الليمون كتجي رائعه.